المحلية للأخبار الأوروبية والمباراة المهمة جدا ما بين فريق أرسنال الإنجليزي وضيفه أفرتون النهاردة على استاد الإمارات في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري الإنجليزي، واللي بيطلع فيها المدفعية لحاجتين: الأولى الثأر من أفرتون بعد طبعا خسارتهم منهم في المباراة الأولى، الثانية توسيع الفارق بينهم وبين مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري لخمس نقط. مباراة مهمة جدا وصعبة هنتفرج عليها إن شاء الله النهاردة وربنا يوفقهم. بس دلوقتي خلصت أخبارنا، فنروح للجزء الثاني من فقرتنا، هو تعليق في الصورة. الصورة اللي معانا النهاردة صورة نجم التنس الأسباني المخضرم رافائيل نادال اللي فاجئ الجميع امبارح وأعلن انسحابه من بطولة أنديان ويلز للأساتذة خلال فترة تعافيه من إصابته في الفخذ. الإصابة اللي تعرض لها في المباراة اللي خسر فيها قدام الأمريكي ماكنزي ماكدونالد في بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي. طبعا إصابة دي حاجة مؤسفة جدا، والمؤسف أكتر انسحابه من البطولة اللي توج بيها ثلاث مرات، فإن شاء الله يقدر يتخطى المرحلة الصعبة دي ويرجع تاني للملاعب ويبهر كل الناس اللي بتحبه وبتحب أدائه. يعني حقيقة نادال واحد من اللاعبين اللي بيتربعوا على عرش التصنيف العالمي للعبة التنس، حتى في بعض المحللين يعني والنقاد قالوا انه هيكون اعظم لاعب كرة مضرب على مر العصور، وده بسبب نجاحاته خصوصا على الملاعب الترابية واللي خلاه يستحق لقب ملك الملاعب الترابية. نادال معروف عنه لياقته العالية وروحه القتالية، وبيمتلك أو بيملك رقم قياسي في عدد الانتصارات المتتالية بمباريات الملاعب الترابية أو أي أرضية أخرى، ولحد النهاردة هو محافظ على رقم بتاعه وهو الفوز ب 81 انتصار متتالي. فأنه ينسحب من بطولة والإصابة أكيد دي حاجة سيئة جدا، خصوصا وأنه تصنيفه العالمي في اللعبة كمان تراجع ووصل للمركز الثامن. إن شاء الله يقدر يرجع تاني للياقته ومستواه ويوصل للتصنيف اللي بيستحقه. دلوقتي خلصت فقرتنا الأولى، تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا.